من أهرامات الجيزة لمرسى علم، أجمل شواطئ العالم كله، محطات متنوعة مختلفة. معانا في حلقة النهاردة عن السياحة والآثار في الصدد ده، بتشهد مدن ومنتجعات البحر الأحمر حالة انتعاش ورواج سياحي خلال موسم الصيف، وبالأخص في مدينة مرسى علم اللي استقبلت 26 رحلة طيران سياحية من يوم السبت الماضي. ضمت 139 رحلة هتكتمل يوم الجمعة المقبل، قادمة من 11 دولة أوروبية بتضم جنسيات مختلفة، منها إيطاليا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الجنسيات. هنتعرف أكثر عن المشهد السياحي خلال موسم الصيف في مصر من خلال انضمام ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ وليد البطوطي، الخبير السياحي. أستاذ وليد، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أستاذ وليد، مرسى علم من أجمل شواطئ العالم الحقيقة، فيه أنشطة كتير جدا، البحر بتاعها مختلف، الرملة بتاعتها مختلفة. عايزة حضرتك توصف لي المشهد هناك عامل إزاي والرواج السياحي هناك عامل إزاي؟ الأول أحب أقول لحضرتك إن الحمد لله إنه الرواج السياحي بالنسبة للمنطقة دي، خلاص المنطقة دي زي ما بنقول إيه، زي ما اتحطت على التراك وبدأت تتحرك. هي بتجيب السياح بتوعها بنفسهم، وعادة كمان السائح اللي بيبقى هناك بيبقى متكرر. يعني اللي بيجي مرة ممكن في نفس السنة بيجي تاني، أو السنة اللي بعدها بيجي تاني أو ثالث، وفي ناس بتبقى خلاص السائح دايم لأنه بيرتاح جدا، المنطقة جميلة جدا أوي. كل الخدمات بدأت بتتقدم كويس قوي، الوصول إليها، وهي دي النقطة اللي كانت مهمة قوي، إنه الوصول سهل. وانس إن في مطار، وانس إن في طرق نقل وطرق كويسة، ده بيسهل وبيزود حركة السياحة. مش بس عشان بس أقول لحضرتك، يعني مش بس مرسى علم، النهاردة في حاجات كتيرة جدا، يعني وجهات كتيرة في مصر فتحت وبدأت تبقى لها سمعة، واللي بيزور مرسى علم مثلا مرة، المرة اللي بعدها ممكن يعمل تنوع ويروح الجونة أو يروح العالمين أو يروح يعني كمان المنطقة بتنشط بقية الوجهات اللي في مصر. ايوه، ومن عندنا مناطق كتير يا استاذ وليد الحقيقه، سواء بحر احمر او بحر متوسط، كلها انشطه وكلها سياح بيقولها من مختلف دول العالم. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ وليد البطوطي الخبير السياحي.